بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حلقة اليوم معنا رادينوف كريم مساج، حيث يحتوي على مجموعة من المكونات النشطة التي تعمل معنا على توفير تأثير تبريد وتسكين لتخفيف الآلام والالتهابات المؤقتة، ويساعد على تهدئة العضلات المشدودة وتحسين الدورة الدموية وتخفيف التوتر وتهدئة الأعصاب وتحسين الراحة العامة. كيفية الاستخدام: توضع كمية مناسبة من الكريم على المنطقة المطلوبة مع تدليك اللطيف عند الحاجة. العبوة 100 جرام، سعر العبوة 105 جنيه، مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.